ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. توصلت ماروك أخبار يومية بصورة لصاحب الصيدلية مراد رستومي والذي توفي هو الآخر بعد زوجته بمنطقة واد الشراطة الصخيرات. وتجدر الإشارة أن الصيدلاني أقدم صباح اليوم الأربعاء على قتل زوجته التي تعمل صيدلانية هي الأخرى راميا بالرصاص بمدينة صخيرات. وذكرت المصادر أن الجاني عمد على إطلاق الرصاص على زوجته بالشارع العام بواسطة بندقية صيد، ما تسبب في مصرعها على الفور، حيث كانت تهم بالنزول من سيارتها في حين أصيب شقيقها الذي كان برفقتها بجروح نقل على إثرها على وجه السرعة صوب المستشفى. وفور علمها بوقوع الحادث الذي روع ساكنة مدينة صخيرات، انتقلت إلى عين المكان مصالح الدرك الملكي، وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموال، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات هذه الجريمة، فيما تم العثور على الزوج قرب واد الشراط بعدما رمى نفسه بالرصاص ليفارق أيضا الحياة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.